مديرية الثقافة أقيم حفل موسيقي بعنوان راجعين يا هوى على مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية. هذه المجموعة من الشباب راح تقدم لنا حفل موسيقي بعنوان راجعين يا هوى. راح يكون في مجموعة من الأغاني القديمة التراثية الطربية اللي تمثل ألوان مختلفة من الفن السوري الجميل، بالإضافة إلى بعض الأغاني اللي راح نشوفها بأصوات منفردة. الحفل مجموعة من الشباب بأغاني قديمة تراثية طربية، ومنها فردي تمثل الموسيقى السورية الجميلة. فحبينا نسمي هذه الأمسية راجعين يا هوى، لأنه رح نرجع نلم مع بعض ونرجع نتدرب مع بعض. رسالتنا اللي حابين نوصلها، رح نحابين نذكر الناس بالغناء القديم، نذكر الناس مثلا بأم كلثوم، فريد الأطرش. يعني صرنا هلأ الرسالة أنه لازم العالم تضل متمسكة بالأغاني اللي تربينا عليها والأغاني اللي ترعرعنا عليها. هدف الحفل أحياء الغناء الطربي الأصيل والتراث القديم بأصوات شابة تمتلك حناجر ذهبية تغني للحياة والوطن.